صباح النهار. نكمل الكرونيك. الحالة السابقة ناقشنا موضوع الماسكيولوسكيليتال بين اللي هو أول نوع أو أول كلاسيكيشن من الأوروفيشال بين. اليوم نبدأ بالنيوروباثيك أوروفيشال بين caused by damage or disease affecting the somatosensory nerve system. Example trigeminal nerve. وأكثر شيء هو اللي حركز عليه trigeminal nerve لأنه هذا هو العصب تبعنا. يعني trigeminal لازم نحفظه ونحفظه علامات التجريحية وكيف يزود المناطق اللي يمر بيها. مثال الآخر glossopharyngeal nerve burning mouth syndrome. الكلاسيفيكيشن الثالث اللي هو النيوروفاسكولار بين اللي هذا يختص بالعلاقة بالفاسكولار سيستم. وبما انه الهيد هو اكثر شيء العلاقة بالبلاد فيزلز فهذا اللي ينتج عنا الهيدك. They are heterogeneous group اللي هو يكون غير متجانس that share a common anatomic region of presentation. Neurovascular pain are currently viewed as arising from the neural firing of nociceptors associated with intracranial blood vessels, antidura. راح يتأثر بالintracranial vessels اللي موجودة داخل الجمجمة اللي راح تسبب لنا يعني sensation بالألم بسببها فيصير الهدك. وأكو أنواع من الهدك طبعاً ما إحنا نجيها إن شاء الله تبعاً. These pain disorders were historically referred to as a vascular pain. ولذلك أخذ التسمية إنه هو vascular pain. مثال عليها المجرين, cluster headache. النيورولوجيا. النيورولوجيا هو الألم العصبي. اسمه بالضبط الألم العصبي. الألم العصبي classical neurology. الكلاسيكال اللي هو التقليدي الشائع affected the craniofacial region. على craniofacial region هذا كلنا. Are a unique group of neurological disorders involving the cranial nerves and are characterized by a brief episodes of shooting. يعني حلقات متسلسلة من الإطلاق. شو إطلاق الرصاص؟ يعني يكون يعني shooting يعني ينبض. أي يعني ينبض بس شنو سلسلة من الضربات المتواصلة. فلذلك المريض يوصل مرحلة يقول يعني مفهو قوة مفهو أي شيء ممكن يحفزه على الألم يحفز الألم اللي عنده. فلذلك يعني بالضبط شلون إطلاقات الرصاص المتسلسلة حلقات من إطلاقات الرصاص اللي تسبب الألم. trigger zone on the skin or mucosa. trigger zone اللي هو الأثر تبع الألم راح يكون بالتريجر زون على السكين والميوكوزا. يعني ممكن يقول أنا خدتي ممكن راسي ممكن. فالتريجر وين بالضبط وين يمشي النيرف الميوكوزا والسكين كلها راح يكون متأثر بالألم. That persists painful attack when touched. طبعا هي تكون يعني نوبات من الألم فراح تكون ممكن تتحفز حتى بالتاتش. يعني واحد يقول لا تطخني. يعني شوف مرات اذا يجون نساء اقول لابني اذا ابني طخني يوجعني. يعني الهدرجة هو طفل يعني ايش قد يأثر وايش قد عنده قوة. لكن لان هو بالتاتش فبغض النظر عن الضغط اللي يسبب التاتش اكيد راح يشوفوها بحياتهم ان شاء الله. هذه الامور راح تتسرع تكون من اسهل الامور. هي هسه يجوز شوية صعبة لكن اكيد بعدين راح تسأل. يعني ما راح يبقى شيء صعب بس يعني بس تشوفون الحالات راح تيجي تستقر ببالكم. pain free periods between attack and refractory period immediately after an attack راح تصير يعني متذبذبة يعني بها يتوقف الألم وممكن أنه يستمر نوبات من الألم وإيقاف الألم. which an new business cannot be triggered. The most common is the classical unrelated to the pathology and most probably caused by neurovascular compression to the trigeminal nerve root. Sorry, I lazim two. Okay.
يعني راح يصير الروت اوف ذا نيرف، جذور الاعصاب هي اللي حتكون متاثره، فراح يصير انه ماكو عندنا ورم او ماكو عندنا فد باثولوجي، وانما فقط جذور الاعصاب اكو عليها كومبريشن ضغط. شلون من واحد عنده سايتيك، من واحد عنده الظهره الم، شلون الالم العرق المسا وهاي الاشياء اللي يكون اكو ضرر على الجذر العصب. ليش هذا هذا الكومبريشن؟ عنده عده اسباب بس راح نجيها شلون يصير الكومبريشن. ممكن اكو يعني هواي اسباب ايتيولوجي هسه راح نجيها ان شاء الله. تبعا السكندري فورم هاف بين كلاسيفايد سيبريتلي اند ذيس ار ريليتد تو ا فاريتي اوف كلير باثولوجيز. النوع الثاني اللي هو يكون سكندري، يعني اكو عندنا لا سمح الله تيومر مثلا ممكن انه يكون، او عندنا فايرال انفكشن هسه راح نجي شوي شوي نشرحها، تروما ممكن تروما على الوجه، او سيستميك ديزيز مثل عندنا المالتيبل سكلروسيس اللي هو هذا تصلب الاعصاب المنتشر. هذا مرض يعني موجود وهسه كلش زاد طبعا هاي الفتره بصراحه المالتيبل سكلروسيس. فكل هذه تكون اعراضها هي تراجمينال نيورولوجيا. The vast majority more than 85% of trigeminal neurology patients are diagnosed with classical trigeminal neurology. يعني اغلب 85% هي كلاسيكال 85%. فلذلك بس احنا كيف نتاكد انها كلاسيكال؟ لازم نسوي اكسكلود لكل اللي موجود النوع الثاني حتى نتاكد انه هو النوع الاول. والنوع الاول طبعا هم له علاج، و هسه ان شاء الله نجي الشرح التفصيلي الايتيولوجي. اول فقره هي التيومر بالسيربال بونتين انجل دي مالينيتيشن بلوك اوف ذا مالتيبل سكلروسيس وفاسكولار مالفورميشن. ذا ريميندر اوف كيسز هي الكلاسيكال، يعني هذول الثلاثه هذه اللي هي سكندري. اوكي، بينما الباقي كله هو يكون هو غالبا ايودوباتيك، غالبا نساجم اللي هي ايودوباتيك يعني ما معروف السبب. التريجويد بري تراجمينال نيورولوجيا، البري هاي اللي حتكون تسبق التراجمينال. عندنا تراجمينال نيورولوجيا عندنا بري وعندنا بوست. البري هي اللي حتكون تقريبا 18% من التراجمينال نيورولوجيا المرضى عندهم تكون تحدث هذه الاعراض وهذه التسميه، يعني كانما خلينا نسميها مراحل. ممكن انه بري ويتوقف، ممكن تتشخص تراجمينال، ممكن تصير بوست اللي هي تكون اعقد. adult continuous pain day to years، يعني بهذا ممكن انه يستمر. هو ليش يعني لازم الانسان يعني دائما المريض بهذا المرض ينصح يقول له انت الزاما تتعايش مع هذه الحاله. ليش؟ لانه يعتبروها حاله كرونيك، يعني احنا عندنا كرونيك اوروفيشال بين، وبنفس الوقت انه هو ممكن تستمر من ايام الى سنوات. فما معقول الانسان يعني ممكن يدخل ديبرشن. فاذا ما احنا ننصحه نقول له انت تتعايش مع هذا المرض وهذه الحاله، وحتى بعدين ما نسميها مرض نسميها حاله حتى هو يتقبلها. يعني مثل اللي عنده صار ارتفاع ضغط الدم، يعني ارتفاع ضغط الدم هو يعني صار عنده مرض يعني الهايبرتنسيف، لكن اذا هو ما راح يتعايش وياها راح يظل يفكر. تشوف ابو الضغط يوميا يجوز يقيس ضغطه 10 مرات صح زين، بس ما راح يتغير. شوف حاله يعني هذا شيء طبيعي، بس لما احنا نقول له لا انساه تقيسه، يعني بالبداية هو إلزاما يصير يقيسه هاي إلى أن يثبت يستقر، وراه راح يبلش يقيسه يعني بين يوم ويوم كل يومين بعدين. وأكو ناس بالعكس، أنا والدتي عكس والدتك، تدوخ ماما خليني أقيس الضغط لا ما أريد، بس تقيسي يصعد. تخيل تقيسي تقيسي يصعد. فإذا يعني الناس تختلف، لكن احنا كيف انه يعني نتعامل مع الفئتين بطريقة بحيث انه يكفون حياتهم طبيعي. هو هذا الفن يعني، هو هذا الطبيب. لذلك يعني الكوميونيكيشن خاصة احنا بالأورال ميديسن للأمانة نصرف كلام كل شوية مع المريض أكثر مما يعني نسوي حشوة جذر، أكثر ما أبو البيدو، أكثر ما البروستاتيك. لكن أكثر شيء نحتاجه هو الكلام. هواية ناس يجون خاصة هسه عندهم الصدمة مالت الكانسر، يعني إذا طلعت له بطباطة يعني اللي هي يعني
هاي خف خف مرض مو زين طبعا ما حد يقول اسمه تعرف بالعراق يعني ما حد يقول اسمه يعني ذاك المرة أنا الصبح بالدوام لا أفطر يعني من بابي شوية نغير يعني فأجتي صديقتي طيبة أسنان ميونة طلع لها بوليب دان بوليب يعني سو إيزي بوليب يعني كل شيء الثاني الليل كله منايمة بس قول لي هذا بوليب يعني هذا أخاف هي دنتس يعني أصلاً أخاف سي أي أنا ما نمت الليل كله قلت لها يا عيني هسه هو هذا سي أي بين تروماتيك بوليب لأنه عندها شارب إيج وصاير يعض لا صاير بوليب قلت لها نشيله ونودي الدرع وتخلص القصة بس لازم أي شيء رفع من الجسم هاي عادة تأخذوها بحياتكم حتى البوليب نحن كل شيء المفروض هذا يعني بروتوكول عالمي يعني اي بس بالعراق بالعراق مو دائما يصير بس هو المفروض ساينتفك صح اي ساينتفك انه اي شيء رفع من الجسم الانسان يجب ان يودى الى زرع يعني بسرعة على الكلام هذا ما له تريتمنت ان شاء الله عيني ما له تريتمنت منو هاي الجمال لا له تريتمنت انسان راح يوصل ان شاء الله ممكن يتقبل الحاله يتقبل الحاله لانه حيرجع اون اوف تريتمنت اون اوف تريتمنت يعني يعني مو هو حيصير مزمن ياخذ طول حياته بس من تجي الاتاك لازم هو يبلش بعلاج لانه يظل يعني موجوع من الموضوع يعني طبعا ثيرمال ستيمولاي ميك كوز تريجرينج ات ا ريليتيفلي هاير ريت يعني نسبه كبيره منهم الحراره تاثر عليهم وتسوي ستيمولايشن تحفيز للالم نسبه كبيره من المرضى اللي يعانون من البريتراجينال نيورولوجيا الدياجنوزيس طبعا احنا هسه كل تكلمنا انه احنا لازم نحكي مع المريض قصته هي حتخبرنا نص التشخيص واحنا من نترجم القصه الى المعلومات العلميه راح نوصل للتشخيص المثالي اللي احنا نطلبه حتى نقدر نعالجه لانه هو التشخيص هو العلاج هاي يعني شيء ثابت الشوتينج بين along the branch of the trigeminal nerve احنا بدايه حافظين الترجمال نيرف شنو اللي مكان اللي يمشي بيه فمن راح المريض يشرح لك وين هو ما راح يعرف الترجمال نيرف طبعا انت راح تربطه وراح تعرف انه كل الفروع هي ده يمشي بيها الالم فالزاما انت راح تشخص انه هذا اكيد ترجمال نيورولوجيا MRI of the brain عادة MRI احنا قلنا لازم نسوي فحوص فحوصات اخرى حتى يعني نرجع الى التشخيص الاولي اللي هو الكلاسيكال تراجينال نيورولوجيا فلازم نسوي اكسكلودينج اي شيء اخر مثل تيومر او اي مشكله ثانيه مثلا بالدماغ تكون موجوده لان يعني ممكن انه تكون اعراضها مشابهه لاعراض التراجينال نيورولوجيا قلنا بطل سكلروسيس vascular malformations كل هاي تعطينا نفس المريض يعطينا نفس السيمبتومز يعني بالسايز فلذلك يجب نسوي اكسكلودد للاشياء الاخرى جينا على تريتمنت التريتمنت اول شيء هو راح يصير تشنجي يعني راح يكون مشنج المريض فلازم نعطيه الانتي كوفلنت اللي هو التجريتول اللي هو يعقول الصرع مرضى الصرع التجريتول هذا التجريتول بس الزاما هذا يعني اخذ بكميات يعني يزيد سلولي يعني بالتدريج وايضا يقلل ايضا بالتدريج يعني انكريز جراجولي وديكريز ايضا جراجولي النوع الثاني ان السيرجيكال طبعا احنا ما دخلنا بتفاصيل السيرجيكال بروسيجرز لانه هذا مو شغلنا اصلا يعني بصراحه بس احب اخبركم انه ممكن هذا العلاج اللي هو هذا الاكثر شيء لانه السيرجيكال يعني سيرجيكال يعني غالبا بالعالم كله ما يتجهون لها يعني لانه مشاكلها اكثر انه انت تجي تحرر الضغط من على النيرف يعني ممكن يسبب يعني مشاكل واشياء اخرى مستقبليه للمريض فالسيرجيكال ان البريفرال بروسيجر وان السنترال البريفرال بروسيجر راح نجي على البرانش مالت العصب وراح يشتغل عليها الجراح بطريقه يحرر الشيث ويخليها تكون فريلي ماكو عليها كومبرشن بالنسبه للسنترال بروسيجر احنا هاي للبرين راح تكون على البرين من خلال الجاما نايف اللي هو اللي جهاز الجاما نايف راح يدخلون للبرين وايضا يشتغلون على العصب المركزي قبل ما يطلع للبرانش اللي يوصل الى الوجه موجوده تفاصيل بالمحاضره لكن اعتقد هي يعني ماكو تركيز عليها يعني واكيد هسه احنا بدنا نشوف نتابع السنوات السابقه على شنو كانوا يركزوا ان شاء الله حيصير عندي لقاء
خلال هذا الأسبوع إن شاء الله أحاول أشوف جامعة بغداد حتى على الأقل نركز، لأن المادة المجلس الكبيرة للأمانة يعني تفصيل جدا تفصيلي دكتور المحاضرات تفصيلية يعني هو باركت يعني من الألف إلى الياء يعني بالضبط. فإحنا لازم أنه شوية نحاول كيف يعني نقصر من عندها أو نسهلها عليكم. خلصنا الفراجمنال، هسه الجلوسوفرنجيال. الجلوسوفرنجيال احنا ارتباطنا به من خلال التانج لانه يزوده وعندنا الفارنكس. الفارنكس والله مو كلش دخلنا بس اي انعكاسات علينا ما حول الاذن ممكن ايضا احنا نتدخل به اللي هو البوست اير والانترا ايبنر ريتروماندبلر اريا، هاي تهمنا اللي هي ما تحت المانديبل الانكل. الجلوسوفرنجيال نيورولوجيا، النيورولوجيا تاخذ اسمها من النيرف اللي تاثر به، فبما انه هي هاي جلوسوفرنجيال اذا هي تاثر على هذا العصب. نرجع للاناتومي نشوف هذا العصب وين ماشي المن يغذي، لان الاناتومي احنا درسناه صح بالبدايه حياتنا لكن هسه الزمن يرجع لنا. يعني انا كنت اتمنى اكو اشياء توضيحيه مع الاناتومي بس يعني الظاهر يعني موجوده، يعني كان شوي ساعدنا بالموضوع انه كيف نستذكر الاناتومي. ممكن تشوفون فيديو مع الاناتومي على اليوتيوب سهل تصير القصه حتى تكون طبعا. يعني الاستوميتيك فاكتور هنا احنا عندنا اذا نتذكر الاستوميتيك فاكتور هناك تختلف عن هنا. ليش؟ لانه هنا مرتبط بعصب العلاقه بشنو؟ العلاقه بالطعام وضع الطعام والعلاقه بالكلام والعلاقه بالبلع. اللسان نعرف وظائفه احنا شنو هي، فهاي الامور كلها بما انه هو يغذي posterior of the side of the tongue فراح يتاثر. احنا عندنا الشوينج التوكينج السوالينج هاي كلها يقول لك ما اقدر اكل بس اكل، ما اقدر انظر يعني ما اقدر احكي حتى بالكلام يوجعني. فهذه كلها احنا نخلي ببالنا لانه العصب شنو اللي يغذيه هو اللي راح يتاثر. الكوزز انتراكرانيال اور اكستراكرانيال تيومرز اند فاسكولار ابنورماليتيز ذات كومبريس على العصب التاسع طبعا كرانيال رقم 9. الزمن عندنا الفحوصات اللي نسويها السي تي والامر اي احنا قلنا هاي كلش مهمه، والباثولوجيز اللي هي للنوسوفرنجيال نيورولوجيا. سيجنيفيكانت اسوسيشن بتوين سيمبتوماتيك اند الكلوسوفرنجيال نيورولوجيا اند مالتيبل سكلروسيس هاز بين ريبورتد. دائما التصلب الاعصاب المنتشر اللي هو مالتيبل سكلروسيس يربطوه ويا النيورولوجيا لهم نفس التشابه، يعني هذا ألم عصبي وهذا ألم عصبي، الفرق هذاك هو المنتشر يعني في كل أعصاب الجسم، بينما هذا لا هذا حيلزم يعني يلتصق أو يرتبط نيرف واحد بكل فروعه، يعني ممكن مو إلا كل فروعه ممكن زون من الشغل اللي غادي يعني وممكن كل فروعه. بالنسبة إلى الـ significant association حكينا عنها الـ regional disease ممكن هي أما infectious أو inflammatory الـ tonsillar carcinoma other regional tumor مثل الـ tongue or oral pharyngeal و cerebellar pointed angle or pointed lesion of the pathophysiology of the glossopharyngeal neurology. خلصنا. هسه احنا عندنا حكينا على infection قبل شوية، راح نبلش اول واحد اللي هو الهيربس زوستر. كلكم تعرفون الهيربس زوستر اللي هو فيرال يصيب العصب. هذا الفيروس اللي يصيب العصب هو الزاما بيكون لاتنت، يعني يكون موجود سابقا، يعني الطفل اللي يصير به اللي احنا نسميه مو الهيربس زوستر، لا هذا الهيربس سمبلكس، لا الهيربس زوستر اللي هو الشينجلز. هذا الهيربس زوستر اللي هو يكون راح يصير عندنا بوست هيرباتيك نيورولوجيا وعندنا اكيوت هيربس زوستر. الهيربس زوستر هو عباره عن اصابه فيروسيه تبقى موجوده بالجسم بهذا الهيربس زوستر زين، تطلع ممكن بعد سنوات تصير كنيورولوجيا ممكن ويا الاميونيتي ممكن اي مؤثر خارجي اي سيميلاي يصير. الاكيوت هيربس زوستر
اللي هو شينجلز is reactivation of latent varicella virus. هذاك هيربس سمبلكس اللي انت هسه تسال عنه اللي هو يسوي لنا لقمه الحمه. هذا لا، هذا الفارسيلا فيروس غير يعني فيروس، لكن اثنيناتهم اكر بالديكيد افتر ذا برايمري انفكشن. هيربس زوستر از ا ديزيز اوف دورزال روت اوف جانجليون اند ذيرفور اندوس ا ديرماتوفاسكولار ابشن. ابو خريان تعرفوا انتم اللي صاير بي واللي ما صاير بي ممكن يصير، يعني هذا اللي هي عبارة عن يجي الـ يعني هو مرض جلدي يصيب الجلد. هاي اللي يصير يعني أكيد شايفي يعني أطفال يصير بيهم خاصة فترة الربيع، يعني اللي يكون تطلع حباية، الحباية يصير بها رابتشر، بعدين وراها تصير لونها سودة. دائما أول شيء الترانك البطن هو الظهر، وبعدين يجي الوجه، وهذا يعني اللي يسموه يعني الهيربس زوستر. مرات يكون اوكي ما يسبب اي مشكله، مرات يسبب مشكله. طبعا بالذكور يختلف عن الاناث الاشياء اللي ممكن ان تحدث. نجي هي تبع عن هو سيستم ديزيز، راح ندخل بتفاصيله ان شاء الله. يعني هسه احنا مجرد نريد على البوست هيربتيك نيورولوجيا. In the majority of cases, the pain of herpes zoster dissolves within a month after the lesion healed. يعني احنا عندنا هي حتى بنعطوا اجازة بالمدرسة هذا اللي يصاب بالherpes zoster يعني resolve within a month شهر تقريبا ورمى الليجن تختفي، راح يبدي الألم يستمر ممكن أكثر من month، ممكن يوصل عندنا as a post herpetic neuralgia. Some authors do not make the diagnosis of the pain until the pain has persisted for longer than 3 or even 6 months. قسم ما يشخصوا، يقولون إلا ينتظر 6 أشهر يلا شخصت post herpetic neuralgia. وقسم لا، يعتبرون إذا استمر الألم بعد الشهر راح يشخص ال post herpetic neuralgia. The clinical feature. هنا احنا قلنا العلاقة بالديرماتولوجي. اول ما يجي على بالنا المرض الجلدي لازم نربطه في شيء هو شائع. الشائع ويا المرض الجلدي هو الاتشنج، يعني راح تكون ماشي، هو هذا مرض جلدي. غالبا الاحساس الالم، احنا قلنا مواصفات الالم شلون بتكون، يكون اتشنج ان ماليزيا، راح يكون وياه pain precedes typical vesicular eruption has less than 7 days usually. بالنسبة من 2 إلى 3 أيام راح تكون the dermatological vesicular or hepatic eruption will rupture. راح هي تبقى هاي اللي مثل الحباية، راح يصير بها رابتشر خلال أسبوع، راح تصير dry out over 10. يعني راح تطلع السكريشن اللي بداخلها هي حتملي مشلون المي، راح يطلع within 10 days. Complete healing lasts to 1 month. دائما تقريبا هاي تستمر شهر يلا يكون complete healing. A confining pain is moderate to severe visual analog scale and may persist for 3 to 6 months. Very rarely dermatal pain occur with no rash. غالبا احنا قلنا ما دام جلدية اذا دا غالبا يصير بيها احمرار، بها رش، حكة، اتشينج. هاي المواصفات غالبا للأمراض الجلدية. فبنفس الوقت يقول هنا أنا غالبا أنه ما تصاحب رش، يعني عادة يكون وياها رش. التريتمنت احنا عندنا ألم وعندنا حبوب بتظهر وراح يصير بيها رابتشر. فهناك بالتراجيو النورولوجية احنا استخدمنا شيء واحد بس، ما عندنا شيء. ليش؟ لأنه ما عندنا احنا مشخص هذا كلاسيكال وبس بين بالطبع. بينما هنا عندنا ان كنترولينج للبين وعندنا اكسلريتنج هيلينج، لان عندنا هذه تطلع يحتاج لها انه يسرع الهيلينج مالتها. وريدوسينج ذا ريسك اوف كومبليكيشن، ما زال احنا عندنا اكوش يعني انفلاميشن انه هو السبب مالته هو هيربس زوستر. اذا نفكر بالكومبليكيشن اللي ممكن تحدث. الكومبليكيشن تحدث هنا المنينجايتس اللي هو السحايا، التهاب السحايا، التهاب أغشية الدماغ، وعندنا اللوكال سكندري انفكشن ممكن بنفس الموضعي
يصير عندنا local infection في حالة عدم secondary infection. الأنتيفيروس should be initiated within 72 hours. احنا قلنا السبب هو viral. فإلزاما ننطي antiviral. يعني ما نكتفي بس المسكنات. يجب أن نأخذ antiviral initiated 72 hours from the onset of rash. أول ما تبدي الراش راح يبلش في لأنه ما دام بلشت راش يعني هذا مو كلاسيكال. يعني هذا الجزء الثاني هو inflammatory هو herpes zoster. ما أدام إحنا عندنا viral infection نربطها إنه إلزاما حتكون عندنا حمى fever. فأكيد لازم ننطي يعني نسيطر على الحمى اللي صار بيها المريض. Post herpetic neuralgia, up to 1/5 of acute herpes zoster patient will suffer persist pain 3 to 6 months. أغلبهم من 3 إلى 6 أشهر يظلون بالألم اللي هو post herpetic neuralgia. Features of post herpetic neuralgia, it is dermatal disease persisting or recurring more than 3 months after the acute. حالة الأكيوت رح تصير الأكيوت HS بعدين وراء أسدت بعدين وراءها رح تتحول إلى كرونيك لأنه إحنا يعني إحنا نحكي عن كرونيك أوروفيشال بين. ما ننسى هذا الموضوع حتى نظل بنفس الديفرنشال دايجنوسيس. البرن البين يكون بيرنينج و throbbing, stabbing, shooting or sharp. يعني رح يكون وياها مثل الريد بيربل سكار يوجوالي موجودة. يعني إحنا قلنا ليه درمات رح تصير عندنا سكار رح تصير من لونها من الأحمر إلى البنفسجي. هايبوتيزيا أور أنسيزيا may remain in the affected area. يصير عنده نملس خدر يعني يصير أي مرض هو يصيب الأعصاب غالبا تكون مواصفاته هي الخدر. هنا حتكون معقدة أكثر من الحالات السابقة فلذلك شوف الأعراض زادت يعني زادت الأعراض مو مثل ألم وبس لا ألم وياها حتى يوصل إلى هايبرسيزيا and allodynia months to year after the zoster lesion half healed. يعني رح يظل عندنا ما حوالي السنة هو بيعاني من هذه حتى بعد أن تلتئم الليجنز. التريتمنت كيف نعالجه؟ ترايسايكليك انتي ديبريسنت دراج. احنا قلنا ما دام اكو الم اكو تشنجي يحتاج انه ما دام الم عصبي يجب ان ناخذ انتي ديبريسنت. الستيرويد كلكم تعرفوه هو يعطى للعلاج اللي يعني الامراض اللي هي يعني يعني لازم نزيد زيد مقاومة المريض للمرض فنعطي الستيرويد. الستيرويد اللي هو يكون سيستميك ستيرويد. نيوروسيرجيكال تكنيكس اللي هي جراحة. The best therapy هسه احنا عندنا is prevention use of antiviral famaciclovir. الانتيفيرال لازم لان احنا ايش قلنا بهذيك الانواع ما اخذنا اي انتيفيرال. ليش؟ لانه السبب هو كلاسيك العلاقة بالنيورونز العلاقة بالأعصاب نفس ذاته. ما عندنا أي inflammation يحتاج أن نعطيه أنتي inflammatory drug سواء كانت antiviral أو أي other antiviral أو antibacterial. إحنا هنا نقدر نحكي على الherpes zoster فantiviral هو اللي يوصف. غالبا هاي الأشياء لازم من البداية كلش نركز عليها. دائما تجينا للعيادات يعني مريض عنده viral infection وضال الطبيب يوصف له antibacterial ما يعني ما او عنده fungi وينطي viral. هاي الاشياء شوية لازم نضبطها لان هاي حنتعامل معاها احنا بالعيادات وبالمستقبل فلازم نميز شنو لانه اولا مناعة المريض راح تتلف ثانيا يعني حتصير عنده resistance للantimicrobial وبعد اي مشكلة تصير بحياته يعني هو راح يصير عنده مشكلة كيف يعني يلتئم وكيف يطيب التريتمنت الخطأ ممكن يسبب اخطاء هواية اخرى مستقبلية للمريض. يعني بالنسبة قلنا الانتيفيرال راح نعطيه 500 ملي غرام 3 times daily for 10 days 10 ايام. الانتيفيرال
الشورت كورس اوف سيستميك كورتيكوستيرويد، احنا كنا نعطي ستيرويد راح نعطي سيستميك ستيرويد ديورينج ذا اكتيف فيز اوف ذا ديزيز، يعني بالحاله اللي كلش هو بعد اكتيف، يعني نعطي ستيرويد حتى نرفع شويه من الانرجي. نعم التوبيكال ثيرابي ممكن انه انستيك ايجنت توبيكال لانه حيصير بي اتشنج انه حصير بي يعني احساس بالحكه واحساس بالعدم الراحه فنعطي الانستيزيا ايجنت. The use of tricyclic antidepressants such as triptyline is well method of reducing the chronic burning pain. احنا قلنا الالم راح يكون حارق بحرقه that is characteristic of the post traumatic neuralgia هو ال- 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 الحرقه. شكرا جزيلا. ما شاء الله. ماشي. محاضرة جيدة. احنا ما المحاضرة هاي هي يعني. شكرا جزيلا.